من العاصمة الألمانية مشاهدينا برلين. ينضم إلينا هاتفيا الآن الزميل عربي مرزوق مراسل إكسترا نيوز من هناك. عربي تحياتي لك في البداية. الأزمة مستمرة ولكن هناك دائما الجديد فيها، ما الجديد لديك في ألمانيا؟ آية، المفاجأة أن بينما يعني ارتفعت مستويات التضخم في الاتحاد الأوروبي كما أشرت الآن 8.6%، انخفضت معدلات التضخم في ألمانيا إلى تقريبا 7.6% في شهر يونيو الماضي، بعد أن كانت 7.9% في شهر مايو الماضي، على عكس التوقعات بأن مستوى التضخم في ألمانيا سوف يرتفع خلال الأشهر القليلة المقبلة. ولكن يعني نسبة الانخفاض هنا في ألمانيا 0.2% أو 3%، ودي حسب المحللين لا يعتبر انخفاضا في نسبة التضخم في ألمانيا، والأسعار ما زالت مرتفعة. التضخم ينخفض عندما ينخفض 1% أو أكثر من ذلك، ولكن 0.2% لا يعتبر انخفاض في التضخم في ألمانيا. ولكن هي الأزمة الحقيقية في منطقة اليورو كما أشرت، بسبب الزيادة الهائلة في أسعار الطاقة وصل التضخم في منطقة اليورو إلى سعر يعني إلى مستوى قياسي حسب الخبراء. في يونيو أعلن يعني المعلومات التي خرجت من مكتب الإحصاء أيروستات اليوم في أول تقدير أن أسعار المستهلكين ارتفعت بمعدل 8.6% بعد أن كان التضخم 8.1% في شهر مايو و 7.4% في شهر أبريل. لذلك التضخم في منطقة اليورو يعني يأخذ منحنى تصاعديا الآن بنسبة كبيرة. يعني ده معناه أن معدل التضخم الآن وصل تقريبا بنسبة 4 أضعاف عن الهدف اللي حدده البنك المركزي الأوروبي. البنك المركزي الأوروبي كان يحدد نسبة 2% من التضخم كقيمة مثالية للاقتصاد داخل الاتحاد الأوروبي، 2%، ولكن أن تصل إلى 8.6% دي نسبة مرتفعة كبيرة جدا جدا. سؤالي الدائم يا عربي يعني والضروري والذي يفرض نفسه في هذه المرحلة الحرجة على العالم كله وليس فقط في ألمانيا، انعكاس كل هذه التغيرات بشكل كبير على المواطن، يعني كيف يستقبل هذه الارتفاعات وكذلك أيضا التأثير المباشر لديه والغير مباشر بعد ذلك بعد إذا يعني طالت أمد هذه الأزمة الروسية الأوكرانية؟ ما تداعيات الموقف في الشارع الألماني؟ طبعا عندك حق، هو الأزمة الأساسية هو المواطن سواء في ألمانيا أو في أي دولة أوروبية بشكل عام. المواطن الألماني حتى الآن بيحاول التعايش مع كل هذا الأمر، ولكن هناك خوف بالطبع عند جميع المواطنين الألمان. أنا بقيس على الناس اللي أنا بسألها والأصدقاء والجيران وما إلى ذلك، في خوف من نهاية هذا العام، ستأتي فواتير مرتفعة التكلفة، لأن كل خبراء الاقتصاد هنا في ألمانيا قالوا أن نسبة التضخم لم تصل إلى ذروتها بعد، هناك أسعار للطاقة مرتفعة. نهاية هذا العام لأنه مرتبط بفترة الشتاء أم أن نهاية هذا العام بشكل يعني عام كما نقول، خاصة وأن هناك حصاد في يعني الإحصاءات وكذلك الأرقام بالنسبة للاقتصاد الألماني؟ عندك حق تماما، نتيجة النقطتين دول تحديدا، نهاية العام نتيجة أن نهاية كل عام بتأتي فواتير الحصر للعام كل المواطنين الألمان، وفترة الشتاء اللي بيحتاج فيها المواطنين الألمان والأوروبيين بغاز وطاقة أكبر لتدفئة المنازل. فالسببين اللي انت ذكرتيهم الخوف من ده، فواتير نهائية ستأتي نهاية العام للمواطنين الألمان، سيتم دفع يعني حصر كبير جدا سيصل إلى آلاف اليوروهات، كل أسرة ألمانية تحاول الآن توفير جزء من المرتبات لدفع نهاية هذا العام. وبالطبع الجزء الثاني اتكلمت عنه، الأزمة الروسية الآن في عملية ضخ الغاز إلى ألمانيا، ضخ الغاز الروسي لألمانيا بدأ ينخفض بشكل كبير، ففي خوف هنا في ألمانيا من الشتاء المقبل بشكل كامل. في نقطة ثانية مهمة أيضا، هم خبراء الاقتصاد، أنا عايز أوضح أن نسبة التضخم في منطقة اليورو تحديدا تجاوزت كل توقعات الاقتصاديين في ألمانيا وفي الاتحاد الأوروبي، كانوا يتوقعون أن بحد أكثر ربما ستصل في منطقة اليورو ب 8.4%. يعني حتى ان خبراء البنوك الالمانيه علقوا صباح اليوم ان دراما التضخم لم تصل الى الذروه بعد في الاتحاد الاوروبي، كانوا يتوقعون 8.4% بحد اقصى، ولكنها وصلت الان الى 8.6% ومرشحه للارتفاع. الحلول الحقيقه ايه يعني بالنسبه للمواطنين الاوروبيين بشكل عام، المانيا هي البنك المركزي الاوروبي، الجميع ينتظر اجتماع للبنك المركزي الاوروبي نهايه يوليو كما اشرت، وفي اجتماع ثاني في سبتمبر المقبل، والتوقعات بين البنك المركزي الاوروبي سيرفع سعر الفائده
الفائدة يعني تقريبا ربع في 1%، ودي نسبة غير يعني غير راضية للخبراء الاقتصاد في ألمانيا وفي الاتحاد الأوروبي. هم يطالبون البنك المركزي الأوروبي برفع نسبة الفائدة 0.5% حتى يستطيع مواجهة التضخم، ولكن سنرى نتيجة الاجتماع في نهاية الشهر الجاي. عربي مرزوق زميلي ومراسل اكسترا نيوز من العاصمة الألمانية برلين حدثتنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك يا عربي على كل هذه التفاصيل والمستجدات في الشارع الألمانية.